في إطار استراتيجية وزارة الداخلية في مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على اقتصاد البلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 776 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرقة، سلاح، مخدرات. وضبط معهم 343 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 105 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1120 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاش، 143 بندقية، 102 بندقية آلية، و64 مسدساً، و810 فرد محل الصنعة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و170 خزينة، إضافة ل 1679 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهم أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 572,433 حكماً قضائياً، من بينهم 2,422 حكم جناية، 202,028 حكم حبس، 286,200 حكم غرامة، 81,783 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 5 تشكيلات عصابية ضموا 14 متهماً قاموا بارتكاب 57 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 81 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 120 متهماً وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2,275 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 2,537 متهماً، من بينها قرابة 593.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وحوالي 1,397.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 137 كيلوغرام، وضبط قرابة 37 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى ما يقرب من 70 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 45,607 قرص مؤثر و 13,852 قرصة ترامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 95 مليون جنيه.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 7 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، كما تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 37 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.